مشاهدينا اهلا وسهلا بكم. اليوم في نقطه حوار نسال عن الحدود لحريه التعبير للاعلاميين والرياضيين في مصر، ونتساءل اليوم ما هو مدى حدود تقبل الراي الاخر في مصر وفي غيرها. تابعونا في نقطه حوار بعد لحظات. أهلا وسهلا. في مصر مشهدان أثارا جدلا فوق الجدل بالأساس. الجدل الحالي رفع الغطاء عن إشكالية حرية التعبير في المرحلة الحالية. الأول يتمثل في ردود الأفعال عقب الحلقة الأولى لمقدم البرامج الساخرة باسم يوسف في موسم البرنامج الثاني العائد بعد توقف دام عاما، بعد انتقاده تأليه الأفراد والخشية من أن تحل الفاشية باسم الوطنية محل الفاشية باسم الدين، ما فسر من قبل البعض على أنه استهداف الفريق السيسي. النائب العام فتح تحقيقا في بلاغ يتهم باسم يوسف بإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام، إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإشاعة الفوضى في البلاد. المشهد الثاني يتعلق بالرياضي المصري لاعب الكونغ فو محمد يوسف رمضان، الذي تواترت بعض الأنباء غير المؤكدة أن السلطات الأمنية أوقفته لدى عودته من روسيا بعد فوزه بميدالية ذهبية وقامت بمصادرة الميدالية والمكافأة التي حصل عليها. بعد جدل بشأن ما إذا كان من حق اللاعب التعبير عن رأيه وانتمائه السياسي في محفل دولي بعد أن رفع اللاعب شعار رابعة، كيف تقومون أنتم الهجوم الذي تعرض له الإعلامي باسم يوسف بعد حلقته الأولى؟ كيف تقومون حالة حرية التعبير تجاه الإعلاميين في مصر حاليا؟ وهل زادت مساحة حرية الإعلام مع مرحلة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي؟ هل كان لاعب الكونغ فو المصري على صواب حينما رفع شعار رابعة؟ وهل كانت السلطات المصرية على صواب فيما اتخذته ضده من إجراءات إذا صحت الأنباء التي وردت؟ أهلا بكم إلى نقطة حوار. أنا رشا قنديل، أنتظر مشاركاتكم عبر ما تختارون من وسائلنا المعتادة والمتنوعة، الرسائل النصية SMS، الهواتف النقالة وكاميراتها وكاميرات الإنترنت ويبكامز. شاركوني اليوم صوتا وصورة على تويتر وفيسبوك وجوجل بلس. رقم الاتصال الهاتفي 0044-2077-650-211، ولإرسال رسالة نصية 0044-79-300-4007. حوار ساخن نبدأه بمتابعة الزميل أحمد عبد الرازق للحوار الإلكتروني الساخن أيضا على مواقعنا المختلفة. أحمد، كيف تبدو صورة الحوار لديك؟ رشا، ما شهدته الساحتان الإعلامية والرياضية في مصر على مدى الأيام الماضية يفجر جدلا كبيرا على مواقعنا وصفحاتنا، كما يفجر أيضا جدلا على مواقع أخرى أبرزها موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ممدوح بيومي يرسم هنا صورة لحالة حرية التعبير في مصر، وهو يقول: أنا قلبي كان شخشيخة أصبح جرس، جلجلت بيه صحيوا الخدم والحرس، أنا المهرج قمت ليه خفت ليه، لا في إيدي سيف ولا تحت مني فرس وعجبي. بيومي يضيف: هل تسمح لي البي بي سي أن أستعير كلمات الراحل جاهين، وكأنه يتحدث عمن يهاجمون باسم يوسف اليوم. أقول إن الكيل بمكيالين هو آفة الناس والدول والحكومات. يقول: باسم لم يتغير، لكن من تغيروا هم الجالسون على الكرسي. وأبو تريكة عندما كشف عن تيشيرت غزة كان بطلا قوبيا. الفئران يرعبها وجود الإنسان، يقول بيومي. بطبع بيومي هنا منحاز بشكل كامل لحرية التعبير، وهو يدافع عن اليوسفين في الإعلام والرياضة، لكن هناك من يختلفون معه في الرأي وبشدة. سنعرض لآرائهم جميعا خلال البرنامج، ونحن في متابعة كل جديد. رشا، شكرا جزيلا لأحمد. سننتظر أحمد ما رصدته لنا من آراء خلال هذه الحلقة. أول فرصة الآن هي في حوار اليوم لآرائكم حيث أنتم. هذه مجموعة من الآراء جمعتها كاميرا بي بي سي أولا من القاهرة. السؤال كان: كيف يقوم من سألناهم سخرية باسم يوسف في الأوضاع أو من الأوضاع في مصر؟ هل تدخل انتقاداته ضمن حرية الإعلام؟ فلنستمع. باسم يوسف في الحلقة اللي فاتت زودها قوي، وما كانش يجب عليه أنه ينتقد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، لأنه راجل محترم وما يجبش عليه أنه يسخر منه بالشكل ده. موضوع السخرية دوت مرفوض يعني بجميع أنواعه، لأن سواء كان ليا أو عليا، يعني من بداية الموسم الثاني لبرنامج دكتور باسم يوسف وهو مبدأه مرفوض يعني شكلا وموضوعا. أي حاجة هتسبب عداوة وفرقة بين المجتمع وبعضه، أو سواء كان فيها يعني استخدام للموهبة أو استخدام للدعابة، فهي يعني أنا شايف إن هي مرفوضة بجميع أنواعها. في الظروف اللي البلد فيها أرفض السخرية بتاعته،
غير كده ممكن نتقبلها، ولو كانت سخريه بطريقه مهذبه شويه ممكن نتقبلها، ودي بترجع لاختلاف قوه شخصيه المواطن سواء كانت مع الدكتور محمد مرسي او مع الفريق عبد الفتاح السيسي. الدكتور محمد مرسي هو سمح بحاجه زي كده، ان هو ان كتير من الاعلاميين يسخروا منه، مش الاعلاميين بس، وبال الشباب في الشوارع كمان ان هم يسخروا منه لانه ما قدمش حاجه. انما الفريق عبد الفتاح السيسي قدم حاجات كتير تخلينا ان احنا نحترمه، اجباري غصب عننا ان احنا نحترمه سواء في اعلام او مش في اعلام، ان احنا نحترمه غصب عننا. برنامج باسم يوسف كويس جدا، بيناقش قضايا اصلا سواء هو باسلوب ساخر او باسلوب ايا كان، بس بيحل مشاكل، فده من حقنا طبعا، لازم دي حريه. طيب اذا الاراء تذهب من اقصى اليمين لليسار كالعاده وما بين بين، البعض يرى ان حريه التعبير ينبغي ان تكون مكفوله لكل الاطراف، البعض يرى ان ربما حريه التعبير كانت مكفوله ابان حكم الاخوان المسلمين لانه لم تكن هناك انجازات من وجهه نظرهم، بينما اليوم هناك انجازات كبيره لا ينبغي ان تنتقد او يسخر منها. اللافت والطريف ان باسم يوسف نفسه على تويتر قال ما كانتش حلقه في برنامج يا جدعان. على أي حال ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل الجديد عضو تحالف دعم الشرعية. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك، وبدايتنا هي من المزاوجة التي دفع بها البعض من الآراء التي استمعنا إليها، بداية أنه أي برنامج ساخر ينبغي أن يكون له هدف ومنهاج، وربما كان هناك ما يبرر السخرية من الحكم الذي عزل، كيف تنظر إلى هذه الرؤية؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وقع الأمر أن برنامج باسم يوسف هو أشبه بكوميديا الفارس، والفارس مبالغ فيه بشكل أو بآخر، لكن يجب أن يكون له أصل من الحقيقة وألا يختلق حدثا جديدا، يعني يأخذ الواقعة ويبالغ فيها بشكل أو بآخر. وأظن أن باسم يوسف في الحلقة الأخيرة يعني لم يبالغ في نقده مقارنة بما ذهب إليه في عهد الدكتور محمد مرسي، بالقطع هذه المبالغة في النقد كانت أقل كثيرا مما ذهب إليه في عهد الدكتور محمد مرسي، بل ربما في عهد الدكتور مرسي اختلق أحداثا لم يكن لها أساس من الواقع. طيب طبعا هذه وجهة نظر، خلينا دكتور لو سمحت نستمع إلى بعض الأصوات المشاركة معنا ممن يديرون هذا الحوار في الواقع أو يشاركون معنا اليوم التي يدور البرنامج حولها. أستاذ الشحات محمد من كفر الشيخ أهلا وسهلا، سؤال مباشر، هل من حق الإعلامي الانتقاد أستاذ الشحات؟ نعم من حق الإعلام الانتقاد، ولا وينتقدوا من؟ هم ينتقدوا بشر، هم ينتقدوا سفاح قتل من الشعب المصري 10,000 وأصاب 70,000 واعتقل 100,000، هو لم يقدم شيء، هو لم يستطع أن ينتقد، لم ينتقد عبد الفتاح السيسي بصراحة، هو مجرد انتقاد هش باتفاق مع السيسي. طيب يعني إذا أنت مع حرية التعبير والانتقاد بهذه الصورة، هل كنت مع باسم يوسف حينما كان ينتقد النظام الفائت؟ نعم أنا كنت مع باسم يوسف حينما ينتقد لأنه كان بيجيب حقائق واقعية، لكن وأنا مع باسم يوسف حاليا، بس أنا نفسي أنا نفسي يكون انتقاده صريح وواضح، ولا أخاف من السيسي لأن السيسي ليس إله مقدس، السيسي إنسان انتهك حقوق الشعب، السيسي قتل طيب من يعني الشعب. يعني هي الفكرة معلش، يعني نحن نتحدث عن حرية التعبير في هذا الصدد، إذا أنت تريد من باسم يوسف ومن أي إعلامي آخر أن يكون أكثر صراحة ووضوحا في انتقاد وجهة النظر التي تتبناها أنت، انتقاد المشهد الحالي من وجهة نظرك. نعم طيب. أنا أريد من كل الإعلاميين أن ينتقدوا بصراحة، نعم. ولا يخافون من أحد، لأن السيسي ليس إله مقدس، السيسي طيب. بني آدم، أستاذ الشحات. نعم، إذا الانتقاد ينبغي أن يكون على قدم المساواة لكل الأفراد بنفس الدرجة، أستاذ الشحات شكرا جزيلا، أستاذ سعيد سليمان من السعودية، أستاذ سعيد، أنت تختلف ربما مع وجهة النظر هذه إذا صح ما فهمناه منك، هل ترى أن هناك قيود ينبغي أن تحد حرية التعبير؟ من باب صوره 25 و معلش استاذنك يا استاذ سعيد ان تعيد هذه الجمله مجددا لو سمحت، تفضل. من باب صوره 25 نعم، الاعلام والشعب مع بعض انطلقوا يعني لدرجه 200% حريه التعبير، حريه في اللفظ قلبت لقله ادب، يعني احنا لازم يبقى عندنا اخلاق واحترام، نناقض بس بالاحترام بالادب. إذا أنت ضد هذا النوع من البرامج الساخرة على يعني نسخة من قائد الجيش ما ينفعش، نسخة من رئيس الجمهورية سواء الدكتور محمد مرسي أو الرئيس الحالي، ده رئيس الجمهورية الواجهة بتاعتي، واجهة كل مواطن، قائد القوات المسلحة فريق السيسي،
بقاعه الجيش، اذا كان رب البيت بالضف ضررا، ما قيمه اهل البيت غير الغناء والطبل؟ لما انا انتقد فتح السيسي بسخريه، انا بنتقد القوات المسلحه عالمية. طيب كيف كان الحال عالمية في انتقاد الرئيس المعزول محمد مرسي إذن من قبل باسم يوسف أيضا وغيره؟ أي رئيس جمهورية سواء إخواني، رئيس الحل، نعم، رئيس عدلي اللي جاي، انتقاد الرئيس بالسخرية، طيب معلش مع احترامي ليكي، نعم، اللي كتب احترامك ليا لي انا لا انا انا خارج الموضوع. شكرا جزيلا. الواجهه بتاعتنا ده رئيس الجمهوريه، مفهوم، اذا لا ينبغي المساس بواجهه الدوله التي هي من وجهه نظرك رئيس الدوله، راس الدوله، لا ينبغي ان يسخر منه بهذه الطريقه. الان مره اخرى اعود الى ضيفي دكتور مجدي، هذا يقودني الى تقويم حريه التعبير في هذه المرحله. حينما حقق مع باسم يوسف في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، نظر الى الامر على انه تضييق على حريات التعبير، ولكن ألا يشبه المشهد آنذاك المشهد الذي تنتقدونه حاليا من التضييق على حرية التعبير في مصر؟ نحن مع حرية التعبير إلى أقصى مدى، وما يقدمه باسم يوسف أشبه بالكاريكاتير في الصحف، لا يمكن أن تصدر صحيفة بدون كاريكاتير. وأظن أن باسم يوسف لما حول في عهد الدكتور مرسي لم يكن لانتقاد الدكتور محمد مرسي، لكن بخصوص مسي ببعض الثوابت الدينية. لا، ولكن أيضا التعرض لرئيس الدولة آنذاك دكتور من بين الحيثيات التحقيق مع باسم كانت التعرض لرئيس الجمهورية وإساءة الأمن في من حقي أن يتعرض لشخص رئيس الجمهورية أيضا مع الحفاظ مع هيبة الدولة، لكن حرية النقد مكفولة للجميع، لكن الثوابت الوطنية هي التي يجب ألا نقترب منها والتي ينص عليها الدستور. الثوابت الوطنية الخاصة بالدين أو بالعقيدة أو بالأخلاق والقيم يجب ألا نمسها بشكل كبير. طيب، لكن دون ذلك نحن مع حرية الرأي إلى أقصى مدى ممكن. طيب، باسم يوسف بالقطع ومتحيز سياسيا، لا يمكن أن نصنفه على جبهة الدكتور محمد مرسي، وبالتالي نقده للفريق السيسي أو للرئيس المؤقت عدلي منصور أظنه كان أخف كثيرا من نقد الدكتور مرسي. طيب، على أي حال فلننتقل إلى القضية الأخرى أيضا التي تحدثنا عنها، أو المشهد الآخر، مشهد لاعب الكونغ فو. خلونا نتحدث إلى جمال أبو الدهب من سوهاج. أستاذ جمال، أهلا وسهلا. هل هناك من حرج على الرياضي أو الإعلامي أو الشخصية العامة الرياضي في هذه الحالة أن يظهر وجهة نظره السياسية في محفل دولي مثل ما فعل لاعب الكونغ فو محمد رمضان؟ يوسف، معذرة، تفضل. أعتذر. لا ولا يهمك. بس حضرتك، دائما الرياضات، البطولات الرياضيه في مصر لا تعرف الرياضه غير كره القدم، وحتى هذه اللي حضرتك يتم الصرف عليها بالملايين، وحتى لم يتقدموا فيها عالميا، والغرض دائما وابدا كان هو الهاء الناس عن الامور السياسيه، وهذا ما فعله الاعلاميين والسياسيين والرياضيين عند اختتام مباراه مصر وغانا، فوجدناهم يعلنون ان الفوز سيكون فوز رياضي بطعم سياسي. كما جاء على لسان طاهر ابو زيد وزير الرياضه الانقلاب. فاننا الان نرى تصاريح لوزير رياضه غانا يقول فيه العدل ان نبتعد عن ارض اكثر شعب بعضه يعني. اما حينما اشار اللاعب محمد يوسف بطل العالم الحاصل على الميداليه الذهبيه صباح الاربعه، او اللي هي اشاره رابعه يعني، راينا الاعلام الانقلابي يشوه في صورته، بل ان الاتحاد الخاص باللعبه قرر توقيفه والتحقيق معه ويعني واخذ الميداليه منه. ماذا لو كان هذا اللاعب حضرتك اشار بالتأييد للفريق السيسي؟ هل كان سيلقى كل هذا التنكيل المعنوي ومصر من الدول الفقيره في الحصول على مراكز متقدمه في الالعاب الفرديه؟ فكيف ان ظهر بطل نختاله معنوي، يعني ازاي نختاله معنويا حضرتك؟ وان كان هذا يدل فانه يدل على اننا فعلا اقتسمنا زي ما بيقولوا انتم شعب واحنا شعب. طيب، دي حاجه. بالنسبه لحضرتك اللي باسم يوسف، نعم، باسم يوسف حضرتك ليه استراتيجيه استكشفناها دي في اول يعني في اول ما طلع على القناه اللي هي مش عايز اذكر اسمها، في اول الموسم، وهي ايه اول حلقه انتقد بعض الشخصيات منهم يعني لميس وعمرو اديب،
حضرتك، وهم قالوا ان احنا رفعنا عليه قضايا والحاجات دي. طيب هي لان كل هذه الانباء متضاربه استاذ جمال، مساله رفع الدعاوى من غيره، يعني ما انا اكيده منه الوحيد هو ان هناك يعني تحقيق فتح من قبل النائب العام فيما يتعلق بباسم يوسف، وما قيل انه تكدير الامن والسلم يعني القوميين في مصر. استاذ جمال انا ساتوقف معك عند قضيه محمد رمضان. لحظه بس لو سمحت. اتفضل. ممكن لحظه؟ اتفضل. بص حضرتك، انا يعني انا ممكن معلش انا هاخد ثانيه واحده بره الموضوع، انا نفسي اعرف هي الدوله المصريه عايزه من المواطن المصري يوصل لدرجه ايه؟ حضرتك اللي بيرفع اشاره رابعه يعني دلوقتي بيبي، يعني انا طيب. بكلمك حضرتك والله العظيم وانا خايف وقلقان. طيب يا استاذ جمال، يعني انت عايزين سيطرح سؤالك استاذ جمال، سيطرح سؤالك بالكيفيه التي طرحتها انت في الجزء الثاني من هذه الحلقه الذي سيناقش تحديدا ذلك للتعرف على وجهه النظر الاخرى. هذه الحلقه متوازنه بالتاكيد. استاذ جمال اشكرك شكرا جزيلا، ومره اخرى عوده الى ضيفي. دكتور مجدي، البعض راى ان اللاعب محمد يوسف رمضان قدم انتمائه السياسي المناهض للحكم الحالي على ولائه لمصر لأنه يلعب باسم مصر، ولأن من يكلف ويقوم على تدريب وإعداد هذا اللاعب هو الدولة التي يعني هو يلعب باسمها، وبالتالي كونه ارتدى هذا يعني هذه الحلة التي تحمل شعار رابعة دون رفع العلم المصري، هذا يعد إخلالا بواجبه ناحية البلد التي يلعب باسمها. كيف تعلق على هذه الرؤية؟ اولا يعني نحن يجب الا نحاكم محمد يوسف كسياسي، لكن يجب ان نسائله كرياضي، ورياضي له مشاعر وعواطف. المعلومات التي لدي انه حمل علم مصر على كتفه وطاف به كل الملعب عده مرات، وعندما صعد الى منصه التكريم رفع شاره رابعه. بالقطع هو ليس سياسي، هو مصاب، احد مصابي ثوره 25 يناير، واحد اصدقائه احد شهداء فض مذبحه اعتصام رابعه، وبالتالي يجب الا نبالغ في هذا الامر. طيب بشكل ولكن كبير. الفكره لانك حضرتك المصرية. تقول انه لانك حضرتك تقول انه لاعب رياضي، بطل رياضي في الواقع وليس سياسيا، هل كان يتعين عليه ان يخلط الرياضه بالسياسه؟ لان معظم الاتحادات الدوليه الرياضيه ترفض هذا المبدا بشكل عام. هو اظن ان بعد مراسم التكريم ما انتهت كان رفع اشاره رابعه بعد انتهاء مراسم التكريم. لا يعني دعك من التكريم من الملابسات دكتور، لاننا لم نرها، انا اسال عن المبدا. انت تقول انه رياضي وليس سياسي، هل هو على صواب ام مخطئ من وجهه نظرك؟ لا 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 لا، انا بقول انه هو على خطا، لانه لا يدرك هذا البعد بشكل كبير، وبالتالي لكنه انسان وعنده مشاعر، وبقول لحضرتك انه احد مصابي الثوره واحد اصدقائه واحد الشهداء الذين استشهدوا بفضل الاعتصام، واما ان احنا نبالغ وان يتم التحقيق معه ونسحب منه الميداليه، هل هذا سيمنع انه بطل العالم في الكونغ فو؟ والسلطات المصريه هل تريد محمد يوسف ان يدعم الانقلاب او ان ياتي بميداليه لمصر؟ انا اظن ان الهدف الاسمى عندنا هو ان ياتي بميداليه لمصر، وان هذه التفاهمات في الموقف والظهور اثناء التكريم كان يجب ان يتم هذا بالاتفاق مع طيب. اداري الفريق قبل الصعود على المنصة، لكن في جميع الأحوال يجب ألا ينسينا هذا أنه حصل على ميدالية ذهبية ثالثة في حياته الرياضية، إضافة أنه خد ميداليتين قبل كده في كندا وبولندا، وحصل على مركز خامس وسادس من قبل. إذن هذا دكتور. يجب أن نحرص عليه بشكل كبير. ربما في نفس الوقت أنا بس أريد أن يعني ألا أتخطى الوقت بالاستماع إلى بعض من يشاركون اليوم دكتور، ثم سأعود إلى حضرتك. اتفضل. إشارة سريعة. لو كان العكس، لو أنه لبست الشيرت عليه صورة السيسي، أنا أظن كان سيستقبل بالورود وبالهتافات. طيب. ويرفع على وهو ما ورد على لسان بعض من شاركونا، وسأطرح هذا السؤال بالتأكيد على ضيفي التالي في هذه الحلقة. فلنستمع هذه المرة إلى أستاذ أحمد من الإسماعيلية. أحمد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الرأي العام المصري بعيدا عن الساسة يتقبل الرأي الآخر في هذه المرحلة بشكل مقبول من وجهة نظرك أو لا؟ للأسف لا، الطرفين ما تتقبلوش بعض، بس في طرف طاغي على طرف تماما، طرف لاغي طرف. الإعلام المصري كله متوجه ناحية واحدة بس، ما بيحاولش حتى يجيب الطرف الآخر.
يعني مستحيل نلاقي في قناه مصريه فضائيه يجيبوا اشخاص زي استاذ جمال او استاذ محمد اللي اتكلم من السعوديه، استاذ جمال ابو الدهب اللي اتكلم من سوهاج، او استاذ محمد او الاستاذ اللي بيتكلم مع حضرتك، مستحيل يجوا في اي قناه فضائيه مصريه. ده شيء مستحيل. ده طبعا ده مش من حريه الاعلام تماما. هم هيجيبوا الناس اللي هم مع اللي حصل، اللي هو بقى نسميه انقلاب عسكري، انقلاب على الديمقراطيه، انما الحريه الاعلاميه صفر. باسم يوسف بمجرد ما طلع اتكلم وقال كلام ما فيهوش انتقاد شخصي للفريق السيسي، ده بالعكس هو كان بينتقد المعجبين بيه ومبالغتهم في يعني مبالغه الناس المعجبه بيه اللي بتقول ان انا اللي انا اوهبك نفسي، واللي بيتكلم على انه ما فيش فوق وزيه البشر تاني. هو بينتقد الناس ديت، طلع ورفعوا عليه قواضي. ونفس الكلام البطل محمد يوسف، هو كان اسهل له فعلا ان هو يشيل صوره الفريق السيسي او يعمل كده، كان هيبقى حر. انما احنا اننا نشيل علامه رابعه، احنا عندنا اربع بنات في اسماعيليه اتقبض عليهم بتهمه حيازه بلالين عليها شعار رابعه من العيد حتى الان في الاسم. ديت طبعا دي مش حريه تعبير ولا حريه راي. اذا انت تنتقد حريه التعبير في هذه المرحله احمد بشكل كبير، وتقول انه لم يعد هناك تقبل للراي الاخر. اعتقد ان هناك من يرى انه ينبغي من اتخاذ اجراءات لمن يرون انهم يعكرون او يتسببون في فتنه او مثل هذا الامر. اعتقد من بينهم راشد من ايطاليا. راشد اهلا وسهلا. حضرتك خبرني عن وجهة نظرك في مسألة إذا صحت هذه الأنباء مرة أخرى، وأؤكد لأنه لم يتحدث بها إلا أعتقد شقيق اللاعب محمد، وذلك على إحدى القنوات الفضائية. هل تؤيد أنت هذا الإجراء إذا كان قد اتبع وهو مصادرة الميدالية؟ أيوة بالضبط، أنا بؤيد الإجراء اللي اتخذ ضد اللاعب كونغ كونفو، لأن الإشارة بإشارة رابعة العدوية في حفل رياضي هو ترويج لرابعة العدوية، يعني ترويج لهذا الحدث. وهذا بيضر بمصر. طيب بس لحظه خلينا، لان هذا لب هذه يعني هذه لب القضيه او لب الاشكاليه. ما الضير في ان يعبر هو عن وجهه نظره في محفل دولي من وجهه نظره؟ انا انقل وجهه نظر الاخرى، في محفل دولي في مشهد رآه هو استخدام مفرط للقوة، يعني هو كان يرفع قضية ضحايا رابعة، ومثله فعل مثلا اللاعب أبو تريكا حينما رفع أو كان يرتدي تيشيرت غزة واعتبره الجميع بطل قومي، يعني بطل عروبي حتى. خلي حضرتك، اللاعب أبو تريكا فعندما شرد الفريق للمفترضي غزة، غزة قضية دولية، معاناة دولية، الناس كلها عارفين ايه اللي بيحصل هناك، الناس بتعاني. انما العدويه كان تجمع كان بيضر بصالح الامن القومي المصري، وكان لابد من انهاء هذا التجمع. الفرق شاسع ما بين غزه وبين رابعه العدويه، الفرق شاسع ما بين ان اللاعب ابو تريكه يقول غزه يعني ارحموا اطفال الناس. يعني انتقادك انت راشد هو ليس للمبدا في حد ذاته ان يخلط الرياضي السياسه بالرياضه، وانما لرفعه شعار رابعه تحديدا الذي انت ترى انه لا ينبغي ان يكون قضيه ترفع في هذا المحفل. انا هقول لحضرتك، يمكن حتى حط الفريق السيسي، انا كنت ضده، لكن شعار رابعه بيضر بالامن المصري، بيروج للاعلام الغربي حقائق. ايوه بس راشد، انا ارى في كلامك تناقضا، انت رحبت بما فعله ابو تريكا ثم تنتقد الان ما فعله محمد يوسف، والان تقول انه حتى اذا رفع يعني شعار او تيشيرت السيسي كنت ستنتقده ايضا، هذا فيه بعض التضارب. لان ابو تريكا وغزه موضوع مختلف تماما. طيب. يا فندم، مع نعم. رابعه العدويه وما يثير وما يقومه اعلام الاخوان. طيب. بالترويج ليه هي حقائق غير حقائق. طيب. الناس دي بتقول بره ان احنا بنقتل، من الجيش بيقتل المصريين والجيش المصري. انا فهمت وجهه نظرك يا راشد. نعم، أنا أحاول أن أستوعب أكبر عدد ممكن من المشاركات اليوم لإحداث برضو هذا القدر من التوازن والاستطلاع وجهات نظر مختلفة. راشد أنا أشكرك شكرا جزيلا. عودة أخيرة للدكتور مجدي. دكتور مجدي، البعض رأى أن برنامج ساخر مثل برنامج باسم يوسف أسهم في وضع الرئيس المعزول محمد مرسي في صورة ساهمت في الإطاحة به. ألا يعد ذلك دليلا إما على أن البرنامج في منتهى القوة كي يمكنه أن يعزل رئيسا، أو أن النظام كان في منتهى الهشاشة والضعف؟ لا، أنا أظن أن ليس البرنامج هو الذي أطاح بالدكتور محمد مرسي، وإن روج لبعض المعلومات الخاطئة
إلا أن كان في أداء للدكتور مرسي سياسي سلبي يمكن أن ينتقد، فهي المحصلة الجميع. في نفس الوقت أنا عايز أدي إشارة بسيطة جدا. تفضل. الإعلامية أماني كمال في راديو مصر يعني أنا تم توقفها منذ شهر يعني أنا إشارة رابعة. طيب أنا سأرحب جدا بوجهة نظرك دكتور، ولكن إذا سمحت لي ألا نذكر أسماء خاصة أسماء الزملاء لو سمحت. لا ده دي مقبوض عليها، انا بقول عشان مقبوض عليها. الإعلامية الاخرى بقى اللي مش هقول اسمها في اطار حمله الكراهيه بتشكك في محمد يوسف وفي احتمال ان هو تعاطى حبوب منشطه قبل ما يخوض المسابقه. يعني هي عندها ما فيش مانع ان هو يسقطوه ويسحبوا منه الميداليه بحجه تعاطي المنشطات لأنه رفع شارة رفع. نعم. أنا نعم. بس بقول للمكاتبين مفهوم الاثنين. نعم. وبالتالي أنا أظن أن الدكتور محمد مرسي نعم. أتاح مساحة واسعة جدا من الحريات لا يسعها السلطة. طيب يا دكتور. الانقلابية الحالية. دكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل الجديد عضو تحالف دعم الشرعية، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم على شاشتنا. شكرا لك. مرة أخرى أعود إلى زميلي أحمد عبد الرازق الذي يتابع حوارنا الإلكتروني. أنوه مرة أخرى إلى أننا سنعرض لوجهة النظر الأخرى ونستطلعها. أحمد، أشرت إلى حالة من الاستقطاب الشديد في حوار اليوم، كيف بدأ ذلك على مجريات الحوار؟ بالفعل رشا، استقطاب لا يخرج عن طبيعة الحالة المصرية الحالية والتي تبدو وقد قسمت الناس إلى قسمين، لكن الواضح هنا وفي حوارنا أن هناك تيار أو تيارا كبيرا بالأحرى يكاد يصل إلى الأغلبية يجمع على خطأ الانتقادات التي لقيها الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، وأيضا تلك الإجراءات التي اتخذت بحق لاعب الكونغ فو المصري محمد يوسف. هؤلاء يرون أن هناك حالة من الشطط حاليا تسيطر على المعسكر المؤيد للحكم الحالي تذهب أحيانا إلى حدود غير معقولة. يرون أيضا أن كل ذلك لا يصب في مصلحة حرية التعبير ولا في مصلحة مصر من وجهة نظرهم. على الجانب الآخر ترى مجموعة من المشاركين أن ما قام به كل من باسم يوسف ومحمد يوسف لا يندرج في مجال حرية التعبير. هؤلاء يرون أن يوسف تجاوز الخطوط الحمراء وأنه يستخدم أسلوبا غير لائق من وجهة نظرهم. بالطبع كما يرون أن لاعب الكونغ فو المصري أعلى من انتمائه لجماعة سياسية على انتمائه لوطنه. بعيدا عن الفريقين، هناك البعض ممن اختاروا المقارنة بين حرية التعبير في عهد مرسي وفي ظل المرحلة الحالية، وآخرون عرجوا على نقاط أخرى ربما تستحق القراءة أيضا. نعم أحمد، بما أن أنصار حرية التعبير والمتعاطفين مع باسم يوسف ومحمد يوسف على صفحاتنا على الأقل هم التيار الغالب، دعنا نستمع لما قالوا أول. نعم رشا، كثيرون هؤلاء، وخذي منهم مثلا ما يقوله هنا محمد العجمي، يقول قرار توقيف لاعب الكونغ فو قرار خاطئ ولا يصب في مصلحة الرياضة المصرية التي هي بالأساس تعاني انتكاسة وتراجعا على مستوى النتائج. عمر يقول هنا يبدو أن تلك الحرية لا تساوي سوى أفق منافقي السلطة الذي يكون عادة أضيق من صدر الانقلابيين. يقول وليد مصطفى، يقول هنا أيضا لك مطلق الحرية أن تقول ما تشاء ما دام ما تقوله يتفق مع السيسي وخلاف ذلك لن تستطيع. يقول رشا. نعم، واضح أحمد أن هؤلاء مشحونون جدا ربما مما حدث، ولكن هناك من يخالفهم الرأي بالتأكيد. بالفعل رشا، من هؤلاء الذين يخالفونهم الرأي أورد ما يقوله غريب عطية طلبة، وهو يقول هنا ما فعله باسم يوسف في حلقته الأخيرة هو بمثابة ابتذال إعلامي من حيث التردي الأخلاقي، يقول ومهاجمة رموز المجتمع. أحمد المواشي يمضي في نفس الاتجاه هنا ويقول في مصر توجد حرية كبيرة للإعلامي والرياضي، لكن لا يجوز تحويل هذه الحرية إلى دعم للإرهاب الإخواني الذي دمر مصر. الكلام بالطبع لأحمد المواشي. نبيل صبحي يقول هنا ذلك الشاب الذي رفع علامة رابعة في تمثيل دولي لمصر لا يعي الحدود الفاصلة بين آرائه وشرف تمثيل مصر. يقول محسن الهقل يمضي إلى أبعد من ذلك ويقول هنا لا أرى لرياضي أو إعلامي أو لا رأي لرياضي أو إعلامي إلا ما يقوله السيسي. يقول
يعني أقصى اليمين. طيب أحمد، هذا الاستقطاب معروف وواضح يعني في معظم مظاهر الحياة في مصر الآن، لكن أنت أشرت إلى من استخدموا المناسبة للمقارنة بين العهدين، العهد الحالي وعهد حكم الإخوان المسلمين. بالفعل رشا، هؤلاء أيضا يمثلون نسبة كبيرة من المشاركين. هؤلاء يقارنون أساسا بين عهد مرسي والمرحلة الحالية، وخذي منهم مثلا حسني رجب وهو يقول هنا: باسم يوسف قدم العديد من حلقات برنامجه في عهد مرسي، والحلقة الوحيدة التي قدمها في عهد النظام الانقلابي زلزلت النظام بشدة، ولا يوجد تفسير لذلك يقول سوى أن السلطة الحاكمة هي أضعف من تحمل الخلاف في الرأي. شيماء حسني تقول هنا أيضا: كل شيء في الدنيا له حدود، لكن عندما كان باسم يوسف ينتقد مرسي كانوا يقولون حرية رأي، وعندما انتقد السيسي يقولون إنها إهانة للرموز، إنه الكيل بمكيالين. تقول محمد إبراهيم بابكر يقول هنا أيضا: مساحة الحريات في فترة حكم مرسي كانت أكبر. طيب أحمد، ما هي المشاركات المتفرقة التي أنت ذكرت تفضلت وقلت إنها تستحق القراءة، هل تطلعنا أو هل أطلعتنا على بعض منها؟ رشا، هذه المشاركات تمضي في اتجاهات مختلفة بالفعل، منها ما يقوله هنا عبد الله عياد ويقول: الدولة المدنية الحديثة لا تعرف مرسي أو السيسي، فكلاهما لا يستطيع صناعة حرية الرأي. عبد الباسط بخريس يقول هنا: يبدو الأمر متأخرا لجهة أن يكون القضاء الفيصلة في مثل تلك القضايا، لا أن تعالجها جهات أمنية أو سياسية. يقول هذا جانب بسيط رشا من حوار متسع ومتواصل، ونحن في متابعته دائما لحظة بلحظة. رشا، شكرا جزيلا لزميلي أحمد عبد الرازق. الحوار ساخن للغاية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي لدينا أو حتى خارج حدود نقطة حوار، وكذلك من المتصلين. من القاهرة أرسل لنا محمد عبد الرازق بالمشاركة هذه عبر الويب كام، فلنستمع إلى محمد. في فعلا حرية في مصر، بس الحرية واخدة اتجاه واحد، اتجاه ان انت تمجد في نظام، اتجاه ان انت تقول على ناس انهم ارهابيين من غير ما يكون معاك دليل، اتجاه ان انت تقول احنا شعب وانت شعب، الاتجاه التاني لو شفنا قوم قناة اخيرا من ساعة الانقلاب، لو قوم شرش على قوم قناة، فقام واحد اتمنع ان هو يقول رأيه سواء على القنوات الخاصة او حتى على قنوات التلفزيون المصري. كتير جدا وكتير جدا سووا مصر اصلا بسبب الكلام ده، وكتير ناس معتقلة بدون اي ذنب، وكتير جدا قنوات اتقفلت، وكتير برضو قنوات اتشوش عليهم. عشان كده انا شايف في وجهة نظري ان الحرية في مصر ماشية في اتجاه واحد، لكن الحرية بمعناها الحقيقي او الحرية بوجه عام في مصر من ساعة الانقلاب فهي نازلة في انحدار شديد جدا، لدرجة ان هي قد تصل الى تحت الصفر. إذا محمد يرى أن هناك انحدار في مظاهر حرية التعبير، وأنه طالما أن رأيك يتفق مع رأي المجموع فهو مرحب به، ما أن تختلف عنه تنتقد بالشكل الذي انتقد به باسم وغيره. مشاركة أخرى عبر الويب كام أيضا وصلتنا من أحمد الضماطي من المنوفية من مصر، فلنستمع إلى أحمد. في ظل جمهورية الخوف التي تنكل بالمعارضين تنعدم الحرية أو تكاد، ويتحسس الإعلاميون كلماتهم إرضاء للسلطة، وموقفها معهم يلخصه بيت أبي العلاء المعري: جلوا صارما وتلوا باطلا وقالوا صدقنا فقلنا نعم. وبالنسبة للرياضة فهي لم تخل يوما من التوظيف السياسي لانتصاراتها قبل الهزائم، فكانت أيام مبارك تلهية للشعب ودفعا للتوريث، وفي مباراة غانا كانت النية مبيتة لاستغلال الفوز إن تحقق ليكون بطعم سياسي، كما صرح بذلك طاهر أبو زيد وزير الرياضة. والذين يعيبون على محمد يوسف خلطه الرياضة بالسياسة لتلويحه بشارة رابعة في حفل تتويجه بطلا للعالم في الكونغفو تضامنا مع ضحايا رابعة، لم يحركوا ساكنا حين ارتدى اللاعب أمير رمزي قميصا داعما للسيسي، وفي الوقت الذي دعت فيه نقابة المحامين لاستقبال المنتخب المنهزم في غانا بالورود، تستقبل السلطة البطل الفائز بتجريده من ذهبيته والتحقيق معه وحرمانه من تمثيل مصر. الرياضة نبض الشعب وليست نبض السلطة، وليس لأحد أن يصادر حق الرياضي في التعبير عن موقفه بطريقة لائقة. إذن أحمد يرى أنه لا ضير من أن يعبر الرياضي عن موقفه السياسي، ويطرح مزاوجة أو موقفا افتراضيا سنطرحه على ضيفنا بعد قليل، وهو الأستاذ حمدي رزق الكاتب الصحفي منضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة. أستاذ حمدي أهلا وسهلا بك، وخليني أبدأ من تويتة باسم
فور خروج ردود الفعل على برنامجي الحلقة الأولى، هو قال: تقول الأسطورة إن الشعب المصري ابن نكتة يتقبل السخرية، هذا صحيح، ولكن أضف للجملة إلا على مزاجه فقط. إذا كان اللاعب مثلا الذي رفع شعار رابعة أو ارتداه ارتدى تي شيرت عليه صورة الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، هل كان سينتقد بذات الانتقاد؟ يعني الحقيقة يعني أنا بس عايز أقول إن في ما يسمى قميص باسم يوسف. أنا حاسب المداخلات ومن مجموعة تعليقات أن كل الإحن والمحن اللي بتمر بها جماعة الإخوان وأنصارها تم تلبسها لموضوع باسم يوسف. باسم يوسف ده موضوع، وموضوع محمد يوسف ده موضوع آخر تماما. باسم يوسف خرج على الناس مخالفا سقف التوقعات اللي موجود في الساحة المصرية والمتفاعل في الرأي العام المصري، لدرجة أن البعض تخيل أن باسم يوسف هيطلع يعمل أوبريتة تسلم الأيادي، وهذا طبعا غير معقول وغير منطقي. الحقيقة أن باسم يوسف يقدم ما يراه هو وفريق عمله صحيحا في هذه اللحظة، وما يرانه صوابا في هذه اللحظة، وواجبا مهنيا في هذه اللحظة. طيب، هذا الكلام على الرغم من الذي ذلك أستاذ حمدي، هو انتقد وصف بأنه طابور خامس وبأنه خاين وبأنه سيحقق معه لأنه كدر السلم والأمن القومي المصري. سأذهب معك إلى هذه النقطة. إذن هناك سقف توقعات كبير جدا لدى مجموعات كبيرة من البشر أن باسم يوسف سوف ينحاز إلى ثورة 30 يونيو وإلى الجيش المصري الذي حمى ثورة 30 يونيو، باعتبار أن باسم كان أحد المعارضين الأشداء الألداء للنظام الإخواني وللدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول في أثناء فترة حكمه، وكان عنيفا في نقضه مرتفعا في سقف النقد في هذا السياق. الحقيقة أن باسم جاء على عكس توقعات الناس. طيب. وجاء على عكس الريح، وبالتالي هنا باسم يعني ارتكب من خلال هذه الرؤية المتعاظمة ومتفائلة بالتوقعات جريمة، لكن باسم لم يرتكب جريمة، ولا يمكن على الإطلاق أن يقول أحدهم طيب. اقتلوا باسم أو اطرحوه أرضا. لا، القضية الحقيقية أنت كتبته أستاذ حمدي يعني مستنكرا هذه الحملة. نعم أنا فهمت. هي حملة شعواء. طيب. غير منظمة، حملة تعبر عن رأي الشارع. ولابد، وأنا زي ما قلت في المقال، لابد أن باسم ينسى حكاية البلاغات وينسى حكاية السلطة وعقاب السلطة وما يتطرف في هذا، وهو غير صحيح بالمرة. هو سيمثل أمام النيابة، الرجل سيحقق معه للمرة الثانية خلال أقل من عام ونصف، وحتى طيب. هذه البلاغات لن تخرج من درج النائب العام. طيب يعني يا ممكن خلينا نستمع إلى وجهات نظر، بالتأكيد سأعود إليك لطرح وجهة النظر لأن وقتي ضئيل للغاية. تفضل أستاذ حمدي، تفضل. أنا كل عايز أقوله أن باسم عليه أن ينظر فيما قدمه إلى الجمهور المصري في الحلقة السابقة. نعم. وباسم خسر كثيرا من شعبيته، إذا وجد نفسه مصرا على الخسارة فليمضي في طريقه، وهناك آخرون مادحون وهو ناقد، ما فيش أي مشكلة. لكن الحقيقة أن باسم لابد أن ينظر أن شعبيته بتمس وأن شعبيته طيب. بتتراجع، وعليه أن ينظر ويتفحص الحالة التي يقدمها من خلال المجموع اللي موجود. طيب. أما فكرة أن تفضلي فهم. سأعود أستاذ حمدي، أعتذر، إلى نقطة ما إذا كان ينبغي على الناقد الساخر أن ينظر إلى مسألة الشعبية هذه في انتقاد نظام هو يرى أن به بعض الخلل. سنستمع إذن في هذه المرحلة إلى عبد الرحمن من بلجيكا. أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا. البعض يرى أو ينظر إلى باسم وكان ينتظر برنامجه الحلقة الأولى بعد توقف للبرنامج دما لربما لما يقارب العام كما شرح أستاذ حمدي بعين كبيرة، يعني كثيرون ينظرون إلى باسم على أنه مثال لحرية التعبير. الواقع لا أدري أنا ما الذي وقع تماما للأستاذ باسم، هل هو يعني عطب صحيح وضرر قوي، أم أن هذه تمثيلية من تمثيليات السلطة القائمة الحالية التي تكيل الاتهامات بالمجان لكل من هب ودب حتى للقضاة. ومن السهل جدا على من كان في مثل باسم يوسف أن يلبس تهمة وأن يلبس قضية من تحت الأرض. ولكن الذي أريد أن أعرفه فقط هو هل هذا الذي يجري حقيقا أم تمثيلية هذه أولا. ثانيا، إذا كان هو مبرأ من أن يكون في تمثيلية لدعم النظام أو لكسب شعبية إضافية، لأنه بعد أن حصل له ما حصل أكيد سوف يحصل على شعبية،
هل هو مقتنع فعلا بأن الذي قام به في أثناء ما كانت الحرية مفتاحة للجميع وإبداء للرأي غير مسبوق في تاريخ مصر والعالم العربي والإسلامي؟ طيب هذا أمر مختلف عليه أستاذ عبد الرحمن، لأن باسم يوسف طلب للتحقيق أيضا في عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، ونظر من جانب البعض إلى هذا العهد على أنه كان عهدا إقصائيا لا يرحب بالرأي المغاير أيضا. هذا عهد أمس سبق تقصدين؟ أنا أقصد الفترة التي حكم فيها الإخوان المسلمون من وجهة نظر البعض. نعم، يعني عندما يأتي بخروف ويعدي إليه بأنه الرئيس، أعتقد أنه لو فعل هذا لتأخر ولم يعد على وجه الأرض. لأنه يعني أتى إلى انتقاد النظام بخجل في هذه المرة وحصل عليه ما حصل. فأما أن يكون هو مغفل وهذا بعيد، خلينا بس نبتعد عن الاوصاف الشخصيه الجارحه، لان باسم ليس معنا حتى ليرد عن نفسه. اما ان يكون انسان لا يفهم فهو ليس اهلا لان يبقى في هذا البرنامج، او ان يكون انسان اعمى البصيره السياسيه، فهل هو لا يدري في اي مكان هو وفي اي زمان هو وفي اي عهد هو؟ طيب استاذ عبد الرحمن، انا لا اشكرك شكرا جزيلا على وجهه نظرك، ونستمع الى استاذ عبد المنعم الزهيري من النمسا. استاذ عبد المنعم، خلينا قليلا نعرج على قضيه اللاعب محمد يوسف رمضان. الرياض، ما هي الصوره التي ينبغي ان يعطي خاصه في محفل دولي؟ يعني كيف ترد على الذين انتقدوه لانه مثل توجهه السياسي اكثر مما مثل بلده التي يمثلها اصلا؟ أولاً هي الرياضة يعني حالة من حالات الحب والسلام والمحبة لكل الناس، يعني هي عمل جماعي، عمل كافة. هذا أولاً. ثانياً يعني الموضوع هو ما بيحتاج إلى هذه كل الظروف اللي قاعد تعيشها مصر، يعني ظروف محزنة. يعني الإخوان المسلمين أنا اللي أعرف أنهم كان حزب حضاري، لكن حب السلطة طغى عليهم، والآن قاعد يدخلون في مداخل يطورون المشكلة في مصر، ربما يخلقون حروب يتندمون عليها ويتندم عليها كل الشعب المصري. ده عمل والله حرام. طيب انا طبعا احترم وجهه نظرك يا استاذ عبد المنعم، ولكن انا اريد ان اعود الى لب قضيه لنقاش اليوم نظرا لضيق الوقت. هل ينبغي على الرياضي ان يعبر عن وجهه نظر سياسيه في محفل دولي ام لا؟ لا، الرياضي قائد، القائد لكل الناس، يجب ان يكون الى كل الناس، كافه الناس، يعني هذا شيء اكيد. يعني القائد يجب ان يكون لكل الناس، اما ان يكون لطرف سياسي ويسيس الرياضه بلا شك ان هذا هو الفشل الكبير اللي يدخل في هذه المواضيع. للاسف يعني احنا عندنا ثقافه رياضيه في المناطق العربيه تدخل في هذه المواضيع. طيب. وتخلق مشاكل كثيره من هذا النوع. الان وجهه يعني النظر وضحت واستنارت استاذ عبد المنعم. في كل العالم الا في المناطق العربيه. انت ترى اذا ان الرياضي قائد ينبغي ان يتصرف بمسؤوليه من وجهه نظرك. استاذ حمدي رزق، يعني أنا سأعرج قليلا على قضية اللاعب قبل أن أعود لاستكمال نقطتك التي يعني تفضلت وبدأتها بشأن باسم. إذا كان هذا الشخص، هذا اللاعب، ارتدى التيشيرت وعليه صورة الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، هل كان سينتقد ذات القدر من الانتقاد، أم كان سينظر إليه على أنه بطل قومي كما نظرنا إلى أبو تريكة حينما ارتدى تيشيرت غزة على أنه بطل عروبي؟ اولا يعني المفترض ان البطل هنا بيمثل مصر. طيب. ويكفيه علم مصر بالوانه الثلاثه. نعم. وبالتالي هو ميز نفسه وقرر ان يكون بطلا لجماعه الاخوان المسلمين. ما هو المطلوب من الشارع المصري الذي يتمسك بالعلم المصري بالوانه الثلاثه؟ هل يقبل ان يكون هناك علم شريك، شاره شريكه؟ هل نستبذل بالشاره النسر اللي موجود في العلم؟ وبالتالي هو الذي ميز نفسه، وهو الذي جنب نفسه، وهو الذي قرر أن يكون بطلا لمجموعة أو جماعة من المصريين، ليس لعموم المصريين. نعم. وبالتالي هو الذي جنى على نفسه، لم يجني عليه أحد على الإطلاق. إذا انطلقنا أستاذ محمد حمدي يوسف، أن هذه محمد يوسف أن هذا خطأ، يعني أنا سأنطلق معك من نقطتك أن هذا خطأ. لا، هو محمد يوسف هنا، محمد يوسف هنا. نعم. بطل مصري لديه العلم يلف على أكتافه، كافي جدا للتدليل. طيب. على مصريته. طيب. أما كونه يذهب إلى إشارة معينة، إذا هو جنب نفسه واعتبر نفسه بطلا لجماعه من. طيب. المصريين. انا فهمت وجهه نظر هذه. اذا افترضنا انطلقنا من فرضيه انه ارتكب هذا الخطا، قدم ولاءاته السياسيه على انتمائه الوطني، هل الجزاء من جنس العمل؟ يعني ان يتهم بعد ان كان يعني يعد بطلا رياضيا، يتهم بالتخوين، وصلت لحد اتهامي في سمعته وامانته انه كان في غير وعي، يعني كان تحت تاثير المنشطات لدرجه انه كان في غير وعي، يعني ببحث صغير طبي حتى، اللاعب الذي يكون تحت تأثير المنشطات يكون في وعيه أكثر من اللازم. يا سيدتي، احنا في مصر نعيش ما يسمى بزمن الفتنة
أن يفتتن الناس في كل شيء من شخصهم إلى موضعاتهم إلى أعمالهم. وبالتالي أنا الشعور الشعبي الجارف المناهض لجماعة الإخوان المسلمين وما تفعله في الشوارع وما تفعله من مظاهرات وتظاهرات وتلغيمات ومن ذلك ليس من الرأي العام، هذا اتهام من بعض الإعلاميين له. الإعلام يعبر عن الرأي العام، الإعلام يعبر عن الرأي العام، وفي هناك مجموعة وطائفة من الإعلاميين تتسق وتتضع خطوتها على الرأي العام، على موجة الرأي العام قبل أي شيء آخر. هناك إعلاميين يركبون موجة الرأي العام من أعلى نقطة، وهناك إعلاميين يتمتعون ببعض من العقل والتعقل ليقولوا لهذا الشاب أنت أخطأت عندما استبدلت العلم، وهو الرمز الذي يجمع كل المصريين بعلم لجماعة لا تمثل كل المصريين، وبالتالي لابد من التعقل في هذا الأمر. هذا الشاب لابد أن يخضع لتحقيق رياضي، أنا لا أخونه ولا أتعامل معه باعتباره خائن. لا يوجد بين المصريين خونة، ولكن يوجد هناك اتجاهات سياسية وفكرية وكل شيء موجود، فقط عندما يتعامل البعض بالعنف هنا نبدأ نتكلم عن العدو وليس أنا الصديق. أنا سأعود إلى فكرة التحقيق من وجهة نظرك يا أستاذ حمدي بعد أن نستمع إلى محمد من السعودية. أستاذ محمد، أنت مصري ولك وجهة نظر أعتقد في البرنامج، أليس كذلك؟ ايوه انا مع حضرتك. انا الحقيقه اول شيء الدكتور الاستاذ حمدي كلامه بالنسبه للموضوع الرياضي ان هي احنا فعلا فتتنا، وهو خرج الموضوع بره الاطار بتاعه. بالنسبه بقى من اي وجهه نظر، بس معلش اسمح لي، من اي وجهه نظر هذا لب الموضوع ما نتحدث فيه، كيف خرج عن الاطار؟ انت تتحدث عن اللاعب تقصد؟ على اللاعب بالضبط. طيب. خرج من الاطار. انا ده حاجه داخليه جوانا، احنا بنعملها جوانا. علم مصر كافي انت بتمثله، فلا يجب انك ترفع اي حاجه. طيب ماذا عن باسم؟ بالنسبه للبرنامج بتاع باسم يوسف، الحقيقه ده اسلوب طبعا جديد ساخر جديد على المصريين. ادلوه في الاول، الغالبيه ادلته. لا بس هو مش جديد على المصريين استاذ محمد، كانت هناك مجله صباح الخير، كانت مجله انتقاديه لاذعه ظهرت في مصر، كانت هناك مجلات منذ ثوره 19 ولا تزال صحيح موجوده. تفضل. ده كلام سليم، ولكن ليست بنفس القدر بتاع الميديا بتاع الشاشه. طيب بالظبط. نعم. وده الفرق. وبالتالي النهارده بس الغالبيه يعني انجذبت لي، بس الحقيقه انا يعني بصفه السن بيحكم. نعم. لا قبل ولا بعد 30 مقبول الاسلوب. يعني اذا انت ترفض اسلوب البرنامج في الانتقاد بشكل عام، وليس طبعاً فقط لانه ضد التوجه السياسي دون غيره. طيب. لا 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 لا، انا مبسوط من النقد بتاعه اللي بيظهر ما يخفى علينا. طيب هلا سمحت لي استاذ محمد ان يتسع وقتك وصدرك لنستمع الى محمد ايضا من بريطانيا. محمد، هذه المره سنتحدث عن محمد رمضان، اشكرك الرياضي. هل رفع علامات سياسيه وارد ومقبول ام لا؟ ابنك اللي كاتب الكلام ده استاذ محمد؟ يقول لها بقى استاذ محمد. طيب اعتقد ان استاذ محمد لديه حديث جانبي اخر، كنت اود ان استمع الى وجهه نظري. شكرا لسعه صدر استاذ محمد من السعوديه، واعتذر على بقائك فتره طويله. عوده الى ضيفي استاذ حمدي رزق، كنت تتحدث حضرتك عن ما كان ينبغي اتخاذه من اجراءات بحق اللاعب الذي انت تقول انه انتهج نهجا خاطئا. لماذا لم يتم ذلك مع كل ما تواتر عن انه انتظر في المطار وحقق معه وسحبت منه الميداليه؟ وانا ايضا اؤكد انني غير اكيده من هذه المعلومات. يا سيدتي، الناس تصور الأمر على أن السلطة في مصر تقف وراء كل قلم وتقف وراء كل كاميرا، وهي موجودة في الإربيز بالنسبة كل مذيع وإعلامي. صدقيني أن هذه الدعايات المغرضة لا توجد في القاهرة. أنا بشخصي وأنا من المحسوبين المحبين للجيش المصري وقائده العام، كتبت لن نتسول توقيعات للفريق عبد الفتاح السيسي، ولم يحدث أن هاتفني أحد وقال لي لما هذا. كتبت عن المتحدث الرسمي تعقيبا على التسريب الذي أسند للفريق السيسي أنه جاذب للسيدات، وكتبت منتقدا هذا الرجل، وقعدت طيب يعني زي ما بتقول على طريقة باسم يوسف، ولم يحدث شيء. المشكلة طيب الحقيقية بعيدا عن التأليه الشخصي أستاذ حمدي، إذا كان هناك ممارسات أنت البعض يرى أنها ممارسات تعزز الصورة السلبية عن أننا يعني عن أن مصر أصبحت دولة بوليسية، هل هذه الإجراءات سواء بحق باسم في التحقيق معه أو بحق اللاعب محمد رمضان تساعد في درء هذه الصورة أم تعززها؟
والله لو اديتيني بقى مساحه صغيره خالص اقدر اضبط المساله. الرئيس الامريكي اوباما عندما تحدث امام الجمعيه العامه للامم المتحده تحدث بصراحه وقال نتعاون مع الحكومه الانتقاليه في مصر ولكننا نراقب ملفين، حقوق الانسان وحريه الاعلام والصحافه. نعم. نحن الان موضوع خطه من التنظيم العالمي لجماعه الاخوان المسلمين لتشويه الحكومه المصريه في الملفين دول تحديدا، ملف حقوق الانسان وملف الصحافه. وبالتالي هم يتحدثون عن باسم يوسف ليس اشفاقا على باسم يوسف وليس حبا في الحريه وحريه التعبير وما الى ذلك، ولكنهم يتلبسوا او ياخذون من باسم يوسف ذريعه يقدمونها للسيد حاكم العالم الفعلي السيد اوباما ان هناك هذا باسم يوسف ينتقد، صديق جون ستيوارت ينتقد، صديق جون ستيوارت سوف يقدم للمحاكمه، انه يقدم للبلاغ. الحقيقه المشكله الحقيقيه ان باسم يوسف هو نفسه تحقق معه ايام الدكتور محمد مرسي، يعني هو نفسه تقدم لديه بلاغات، وبالتالي الحاله التي بات عليها باسم يوسف ليست جديده على الاطلاق. باسم يوسف في مقاله الاخير في جريده الشروق المصريه يتحدث انه لن يرضي احد سوى ان يرضي ضميره. وبالتالي عندما كتب تقتلوا باسم يوسف قلت عليه ان يحتكم لضميره. هو أستاذ حمدي رزق الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك وشكرا على الإشارة لأن باراك أوباما ينتقد هو ذاته بحدة من جون ستيوارت. عودة إلى زميلي أحمد عبد الرازق ليطلعنا على آخر ما ورد من تعليقات على موضوع اليوم. أحمد. رشا سأستغل ما تبقى من وقت إن كان هناك وقت لأورد تغريدات من على تويتر، فممدوح حمزة وهو ناشط مصري مناهض للإخوان يغرد هنا قائلا لم يعد أحد فوق النقد لا رئيس الجمهورية ولا قائد الجيش، لكنني ضد أن يكونوا مادة فكاهة أو تندر. السياسي المصري أيمن نور يغرد قائلا باسم يوسف نجح في عودة متوازنة وعاقلة ولاذعة في أحيان قليلة، وحدد موقفه أنه ليس مع أو ضد أحد، وهذا ما يثير شكوكا في احتمال النظام له لعدة حلقات كما يقول أيمن. من يسمي نفسه بما دمت حيا يغرد قائلا بخصوص لاعب الكونغ فو بالطبع هو ارتكب مخالفة لإقحامه السياسة في الرياضة، أما عن سحب الميدالية فالجهة التي منحتها له هي من تملك سحبها منه. هذا ما يسمح به الوقت رشا، وأنوه أن الحوار ما زال دائرا على مواقعنا المختلفة. شكرا جزيلا لزميلي أحمد عبد الرازق، وبالفعل الحوار لا يزال ساخنا ومفتوحا ومطروحا على مواقعنا، موقعنا bbcarabic.com وعلى صفحتين على تويتر وفيسبوك. حلقة اليوم على الهواء انتهت، سأتابع حواركم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنا وزملائي. bbcarabic.com موقعنا، شكرا لكم، أحييكم وألتقي بكم يوم الجمعة. شكرا لكم، إلى اللقاء.